متابعينا الكرام، طبعا الحين بالاتجاه الى مكان العرس، والله يتمم على خير. طبعا تشوفونه هذا هو الزي الرسمي المواطن لدولة الامارات، هم طلبوا منا ان نكون في الزي الرسمي، وطبعا قبل ما يطلبون نحن نكتسي الفخر والعز على هذا اللباس. وين مصر؟ طبعا مرفقتي انا من الامارات، اخوي عبد الرحمن المسماري، بيض الله وجهك ابو عبد الله، الله رافقتني في هاي الرحله، ولا عليك زود الشرف، الله يسلم، ومثلك شرواك يستاهل الطيب. هذه هي الصالة، والحين زافينهم جايبينهم قبل ما يدخلون. نحن طبعا بندخل داخل، بس نحب الانتظار برا. هذا المعرس طبعا، هذاك طبعا بينزل لين هناك عشان ينزل العروس. طبعا بيدخلون بين الصالة دا.
وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. قلنا هود وقلتوا هدأ أرحب بكم أجمل ترحيب في مصر. طبعا أنا في حي الميت أبو خالد في مدينة أو منطقة المنصورة. طبعا أنا بعقب على حاجة صارت لي أمس في العرس، وبعض الناس انتقدوني لكن ظاهرنا ما فاهمين الموضوع. بعض الأخوة الكرام جزاهم الله خير قالوا علي هذا مختلط وفي نساء، وانت صورت العرس. هي انا صورت العرس، بس تأكدوا شيء واحد، انا ما صورت العرس الا باذن اهل العرس، وانا مستحيل حتى اللقاءات للناس اللي اروح لهم واوصلهم انا ما اصورهم من غير اذنهم، هذا مستحيل ولا شيء افكر فيه. يعني لو واحد المين ما راح اصور شيء الا باذن اصحاب المكان. ثاني شيء، نحن برنامجنا تراثي، يعني انا ياس انقل ثقافه يعني عن مكان معين سواء عندنا ولا في جميع انحاء العالم. انا برنامجنا برنامج يعني تراثي، يعني في شيء مكان في عرس سواء اغاني سواء اي مكان انا انقل حاجه تقليديه. برنامجي شو يقول؟ يعني عادات وتقاليد، هذا هو الموضوع. طبعا ابونا الحجي زكريا كفيف عن النظر، وطبعا عايش عندنا صار له مثل ما خبرناكم اكثر من 35 سنه، وحافظ القران جزاه الله خير، ورجل مفتي في الدين والعلم الله يجزيه الخير. مساك الله بالخير ابوي. مساك الله بالنور. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. واشكرك طال عمرك على حسن الضيافه. بارك الله فيك. الله يسلمك، وهي ما هي غريبه عليكم، جزاكم انتم اهل الخير. حياكم الله وحيا اهل الامارات جميعا. أبو محمد. نعم. لو تكلمنا عن تخبرنا عن الزواج أو الفرح التقليدي اللي عندكم، خبرنا كيف شو ثقافتكم أنتم في زواجكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثقافتنا إن إحنا أعجبتنا عروس بنصير نخطبها من أهلها. نعم. ونتفق على إن العريس أو الزوج عليه إن يسوي ثلاث غرف حق العروس. وبعدين بنسوي ثلاث غرف. نعم. غرفة حق النوم، غرفة حق الأطفال، وهذا هذه تفاؤل بأن ربنا سيرسل أطفال. نعم. غرفة حق الأنتريه اللي هو المجلس. نعم. لكن بتكون يعني غرفة يعني إفرنجية ليست عربية. نعم. غالبا يعني. نعم. هذه الغرف العروس عليها، هي أهلها يعدوا المطبخ واحنا نعد الغرف. ركزوا متابعينا الكرام، هلا باكم تفهمون ان عندهم ثقافتهم ان الزوج يجيب الشقه، ولكنها الزوجه تقوم بتاثيث الشقه او بيتها. خلي بيكمل ونسمع. قبل عقد الزواج. نعم. الزوج عليه ان هو يوقع على ان هذه مملوكه للعروس. نعم. يعني لا قدر الله ولا سمح في حاله الانفصال سواء بالموت أو بالطلاق أو بأي سبب. نعم. بتأخذ هذه الأساسات والمنقولات. ها يعني هي الأثاث اللي أثثتها في البيت إذا الله لا سمح صار هاي يعني صار طلاق، تأخذ الأشياء اللي هي حطتها أو عدلت فيها البيت كل واللي زوجها سواها. لا هي لأن هي أساسا هي اللي جايبت لنا، هي مأثثت لنا. نعم. ثم بيصير عندنا شيء ثاني اسمه المؤخر. المؤخر الصداق، يعني يكون نصف الصداق تقريبا، يعني إذا كان الصداق مثلا 50,000 يكون المؤخر حوالي 25,000. 25 تقريبا. أيضا تأخذها في حالة الانفصال لا قدر الله. حق زكريا. نعم. أنا أبا أعرف الليلة شو يسمونها، هي الصباحية، صباحية العريسة والعروس. أي نعم. كيف شو هاي شو كيف يعني خبرنا؟ هذه الصباحية أهل العروس يسوون أشياء مأكولات كثيرة جدا جدا يودوها حق العروس وحق العريس. ها يعني بس تطلع من وين؟ من بيت العروس مش بيت العريس. من بيت العروس. نعم. وهم يسووها على حسابهم أسبوع كامل. أسبوع كامل شو؟ يطعمون العريس والعروس من بيت العروس. اي نعم من بيت العروس. في ثلاث وجبات يطعمون أكثر من الثلاث وجبات مدة أسبوع. مدة أسبوع كامل هذه اطعمهم على حساب. والله مرتاح زي العريس سعيد. العريس مرتاح. مرتاح. ياكل أسبوع كامل من بيت من بيت حرمته هذا راحة. إيه نعم. هذا عندنا يصير يعني. بعد كده في شيء غريب ربما عندكم نسميه إحنا النقطة. هذه النقطة يعني إن إحنا نعطي الناس تيجي حق العريس تنقطه وتعطيه يعني عينية. أيوة
أيوة. تعطيه حاجات مالية. نعم. بس نحن اللي عندنا نعطي العريس قبل العرس. عندنا قبل العرس وبعد العرس. نعم. يعني أحيانا يقتصرون على قبل العرس أو على بعد العرس، لكن غالبا الأقارب يسوون كده. ما سمعت متابعينا الكرام، نغلة بسيطة، ما بغينا نكلف على الحجي ولا بغينا نكلف عليكمكم، استمعون نبذة بسيطة ومختصرة عن العرس أو الثقافة العرس المصري. شفتوا والحين سمعتوا، يعطيكم العافية ودامت إن شاء الله فراحكم في كل يوم وكل ساعة. اختام لغانا البسيط مع والدنا أبوي، بيض الله وجهه، جزاك الله خير، الله يسلمك، وإن شاء الله دامت أيامكم كلها فرح وسعادة. حياكم الله. وإن شاء الله نكون عليكم ضيوف أصحاب ظل خفيف. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، بارك الله فيك. المعذرة ممكن متابعين الكرام إذا سمعتوا أصوات الحيوانات تنيل، لأنها نحن ياسين قاعدين في أماكن ريف، يعني المنطقة كلها أرياف وكلهم مثل ما تقولون بداوة. الله يوفقكم ويسر اموركم ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله وياكم في عما قريب. طبعا اليوم بعد بنطلقكم ان شاء الله شيء جديد اذا حصلنا ووصلنا لحاجه يعني تقدر انكم انتم تشوفون ان شاء الله. طيب. يعرف الجبل بالمجد يا محمد؟ سواء ايه الموضوع كله بيتكلم دايما كل يوم على حاجه معينه مثلا الدراسيه في الدوله. متابعينا مثل ما خبرتكم الحي ريفي، يعني هذا البطن مثل ما تشوفون والريال يغسل حلالة هناك، وهي عبارة عن سكة هني طبعا مثل ما تشوفون بساطة، هاي كلها بيوت فوق ما بيوت يعني، وهاي يسمونها مصطبة، هذه اللي قاعد عليها يسمونها مصطبة، عندنا الدكة نحن نسمونها، طبعا هاي حق الحريايل مثل ما تشوفون هناك، حق الحريم والشباب هذي اللي هنا. طبعا بيوت هذا هني غني الباب وهني باب وهناك باب، طبعا مثل عبارة عن شغل. الأراضي هنا يا أبو عزاع متابعينا الكرام من دون تعليق، ها هذه ملابسي هنا ناشرينهن، وحالنا حال الجماعة، عايشين حالتهم عيشتهم من يومين، اتكيت الشغلات الثانية ماشي ما في حال لحال يا جماعة، ها غاسلين شراهم وعايشين العيشة، وهي أبسط عيشة وطيبة وماشي أحلى عنها والله. عودة سريعة متابعين الكرام للأكل الشعبي التقليدي لفي حي ميت ابو خالد في المنصورة، طبعا هذا البط وهاي الملوخية وهذا الحمام وهذا الدياي البلدي اللي عندهم، طبعا العيش المصري. شو بعد عندنا بالنسبة للخبز، الخبز هذا يقولكم توه مسواي عندهم الخبز، الليمون هذا مخلل، الليمون مخلل مثل ما تقولوا متشوف. متابعين الكرام انا امس صليت في احد المساجد عندهم في الحي، فلفت عندي حاجه هناك في المسجد بس استحيت اخبرهم، هي هاي السرايا يسمونها السرايا الاوليه، اظن نحن بعد نحن تقريبا كانت عندنا بس نوعيه ثانيه او مثلها، فجيت خبرت الجماعه اللي ساكنين عندهم يا دام الله خير، قالوا موجوده عندنا، صار مسكين وضيعها ليه او دورها كانت ضايعه مش شغال، شقلوها. يا سلام. محمد تقريبا كم حجي محمد كم تقريبا عمر هذه الشعله؟ عمرها فوق 70 يا فندم. 70 سنه متابعينا الكرام، 70 سنه. دي كانت الوسيله القديمه الاولى، في حاجه كانت سرايا نحن نسميها سرايا او المصرى او المصرى، يعني عد باللغه بتاعتنا اللمبه، اللمبه او الشعله ولا ما تسوون شيء. في الاعدادي والثانوي لحظه يقول حج محمد قبل نحن نذاكر عليها، نعم تذكرون عليها، تذكرون عليها دروسنا ونؤدي واجباتنا كلها عليه. سبحان الله. ما كان في تيار كهربائي قبل 76 طبعا، يعني بدايه 76 دخل التيار الكهربائي في الريف عندنا.
تابعين الكرام، نحن متجهين الى منطقه اسمها منطقه الغيط، طبعا كلها زراعه، كلها ارياف، وناخذ بعد ثقافتهم الزراعيه بنفس الوقت. طبعا وصلنا لاحد المزارع التابعه للجماعه اللي انا نازل عندهم. هاي مزارعهم، مزارع يعني مزارعهم يعني العائله كلها كذا مزرعه لهم. السلام عليكم. ازيك؟ ان شاء الله بخير. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بالحمار؟ تضربه؟ ليش؟ متابعينا طبعا هذه عندهم بيوت، بيوت بس طبعا البيوت الحلال عندهم، يعني بيوت حلال يعني حلال، يحطون بيوتهم داخل. تعرفوا شو مصنوع؟ شوفوا محمد شرح لنا بعد شوي. محمد شو هذا الحين؟ هذا طوب طين؟ طوب طيني مصنوع من الطين وعليه مي ومسوي بيه قوالب. اسمه طوب؟ طوب ني. ني ايوه. ويسوي بيه قوالب، نفس القوالب هذه الموجوده. شو ايه على شكل طابوق بعدنا طابوقه، ويبنون فيها هذا باستخدام الطين فقط، ما في اسمنت، ما في اسمنت. لحظه شو قلت محمد؟ وين شو هذا هني؟ مصلى؟ هذا طرمبه مال المي، مي من تحت الارض باطن الارض. شو 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 البير يلا طيب. شغل مي دفى يلا. مية صالحة للشرب، طبيعية نقية باردة جوفية؟ ايوه باردة روعة ولا اروع. هذا المصلى، وهذا المصلى يا متابعين الكلام، وقت الراحة ويصبون فيه. وهذا الماي تشرب من البهايم اللي يزيد طبعا من الماي هذا بعد ما يشتغل. شوفوا قالوا لنا بنشرب شو؟ الماي. الماء طبعا جوفيه من دون اي شيء طبعا. من محمد ما فيها اي شيء؟ ما لا لا محمد هذا ما فيها اي شيء، ما يخلطون فيه محمد شيء. طبعا طبعا الحين صافيه من بطن الارض، من بطن الارض. هات هذا حلالهم طبعا. شو هني محمد؟ ليمون. والله ما بيحصل ترى سماد. ها كوت سماد مرت حتى البقره حداله ما تصير بعيد تعقله تحت الشيار. طبعا في حد عمال او ناس تشتغل في المزرعه ناس بيكرمنا. نعم. وين الشاهي؟ السلام عليكم. بيكرمونا الجماعه جزاهم الله خير، موجودين اصحاب كرم. الله يخليك. هذا الشاهي المصري، عفوا المصري اللي هو الناس كلها تتكلم فيه. هاي مزارعهم طبعا، اكثر مزارعهم متابعين كلها ذره. هذا طبعا ذره، وهذا طبعا العيش. هو اخضر؟ تعال قربه. هذا هو، هذا العيش وهو اخضر بعد ما استوى. الرز الحين يتكون داخله، يوم ييبس خلاص يستوي عيش. يعني الحين هذا اظن انه مستوي بعد. لا لسه بعد اشوف. عباره عن شو؟ عباره عن حليب. بعد ما هذا الشاهي طبعا، هذه المخدات بنقعد عليها ان شاء الله. هاي مخدات اصلا نخبه اولى، وهذا الشاهي المصري وهذا الميلس مالهم، والامور طيبه ان شاء الله. ضحكني محمد. شو يقول محمد؟ شو تقول؟ واحد يقول لي خليه ياكل تبن. هذا هو التبن. هذا التبن؟ ايه. يوم يقول لك يا اسكت وكل تبن. هذا التبن. ها ايه. يلا بس لا تاكل محمد. جزاك الله خير. انت عزمتنا على الغداء. اجيب لك لقمه بحته جبنه حدقه. شو جبنه حدقه؟ كيف يعني جبنه حدقه؟ جبنه قديمه. قديمه؟ قديمه. مش يعني. الله يبارك لك، لسه والله متغدين. لا نحن ما نبغى غدا. الله يكرمك يا رب. مشكور جزاك الله خير. خلاص الله يكرمك. لا والله ما نبغى. طيب لا والله لا لحظه، يقول ما نبغى. لا يقول لا اله الا الله.
احنا متغدين الحين. متغدين وخالصين. بس ذوق الجبنه الحلقه دي. بس. لا لا مشكور. لقمه كذا يعني مش عشان حاجه. لا احنا ما لا مشكور جزاك الله خير. يمكن هم لسه اكلوا والله دلوقتي. نحن يعني ماكلين بارك الله فيك. لا والله نحال بالله. لا لا لا, لا الله يخليك الله يرضى. لا خلاص نحن جايين نحن. عند واحد من الشواب ما ينضرب. السلام عليكم. ازيك عم الحاج؟ انا طيب. السلام عليكم. السلام عليك. ازيك يا حاج؟ ان شاء الله بخير. عايزين نصورك عشان نسلم على الراجل الطيب ده. نشوف منه كده عنده حاجه قديمه ناس الوداع من البركه. حبيبي. سألني رحت انا كنت بص يعني هي اللي بركه انا. مش فاكر الشيخ شيخ ده كنت عند العمود سلطان. في السعودية. والله الشيخ زايد الله يرحمه هو اللي بنيها. يا عمي يا بقول لك ربنا يخلي الإمارات ويخلي شيخ خليفة. ابو هزاع الله يحييك. الله يحييك. مساكم الله بالخير متابعين اخواني عبد الرحمن. هذا ريال ذهب والحين شهدت له انا اكثر. الدنيا ما فيها مقامات ما مقات ان هذا فقير وهذا غني، بالعكس كل ما شاركت الفقير والبسيط تقدر عند الكبير. ارض الامارات الى ارض الكنانه. أرض الإمارات إلى أرض الكنانة. أرض المحبة ومصر دائما تسمو بالفرح والسعد والابتهاج. قل آمين. وموت الهوى هلا 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 قلبي عشانك يا محمد يا رب يا جمال.